أصحاب المعالي والسعادة، إن مبادرات حكومة بلادي المملكة العربية السعودية بالتعاون مع منظمة اليونسكو وإنشاء مركز اليونسكو الأقليمي للجودة والتميز في التعليم جاءت كمظلة تلتقي تحتها المنظمات وتحقق التواصل الفاعل بينها لضمان إكساب التعليم صفة الجودة والتميز المأمون والتطور المستدام، ويأتي ضمن سعي المملكة المستمر للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى تحقيق مستقبل عالمي يسوده السلام والخير والنماء للجميع. الحضور الكرام، بتوجيهات سديدة من قيادتنا الرشيدة يدها الله لمواجهة آثار جائحة كورونا كوفيد-19، بذلت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية جهودا نوعية خلال العامين الماضيين، وجهودا أخرى للعودة الحضورية الآمنة والمستدامة إلى مقرات الدراسة في هذا العام بصورة تكشف بجلاء على القدرة التي تتمتع بها المملكة إقليميا وعالميا في إدارة الأزمة، وجهودها الاستثنائية في الحد من الآثار الناجمة عن الجائحة والحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون توقف وبجودة عالية.